عباده الصالحين. هذا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وأخبر آمنا المسلمين المؤمنين من عالمي جنه وإنسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والبركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارض عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في نياتنا وتوجهاتنا، في مقاصدنا وأعمالنا، في أمورنا الدينية والدنيوية والأخروية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ارحمنا وارحم والدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمة منك يا عزيز ويا غفار ويا أرحم الراحمين. ارض اللهم عنا وعن والدينا والجماعة الحاضرين ووالديهم، وعن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وأحسن اللهم واجزل العطايا والهدايا لمن أنشأ هذا المسجد وسعى في إنشائه يا رحمن الدنيا والآخرة. شافه بشفائك وعافه من جميع بلائك، وتقبل منه أعماله في السر والإعلان، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. في مصر.